حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر حتى الآن آخر دراسة قرأتها نشر ملخص عنها على موقع CNN الأمريكي، يقولون إن كل الأدوية النفسية، وهذه معلومة تهمك دكتور أشرف. نعم دكتور. الأدوية والعلاجات الخاصة بمرض الاكتئاب والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات كلها أثبت أنها لا فائدة منها، لا فائدة منها، وهذا الكلام منشور على موقع CNN ودراسة علمية. حتى يعني إنك تقرأ أحيانا عن دواء يستخدم لسنوات طويلة فجأة يقولون لك أثبت العلم أنه لا فائدة منه، بل أضراره أكبر من ضرره أكبر من نفعه. إلا القرآن العظيم، الشفاء بالقرآن مجاني وآمن وليس له آثار جانبية، لأن الشفاء بالقرآن هو شفاء الروح، والروح إذا مرضت بتمرض باقي أجزاء الجسم، عشان كده بيجيهم سكر وضغط ومدري، لأنه اختلال صار في الروح. أحسنتي. طالما اختلت الروح اختل توازن الجسم. أحسنتي. يعني مثل كمبيوتر تختل البرمجة فيه، أحيانا الكمبيوتر بيصير فيه مشاكل بسبب السوفت وير، أو بسبب بتروح على الفني بيقول لك يحتاج إلى فرمتة فورمات، يعني يشيل البرنامج ويضع برنامج جديد. فإذا الروح والقرآن، لأن هل تعلمين لماذا شفاء الروح لا يتم إلا بالقرآن؟ لأن الله سمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله فكأن الله. الله يريد أن يقول لنا هذه الأوامر، هذه البرمجة التي تشرف على نظام عمل الجسم. متى يحدث السكر لدى الإنسان؟ عندما تختل برمجة البنكرياس. بنكرياس. متى يحدث مثلا الربو؟ عندما تختل برمجة الرئتين مثلا. متى يحدث مثلا في الدم، ضغط الدم، عندما يختل الإشراف على توزع الدم وجريان الدم. طيب كيف نعيد هذه البرمجة؟ بالقرآن. كأن توازن. بعيد توازن لهذا الجسم. لذلك أنا وجدت ملاحظة أن حفظة القرآن والذين يعيشون مع القرآن تجد حياتهم مطمئنة، تقريبا خالية من الأمراض، تجد لديهم اطمئنان وسعادة وفرح، ويعيشون أعمار طويلة. لاحظ قراء القراءات مثل الإمام مثلا حفص والإمام ورش والأئمة العظام. أنا تفاجأت، كنت مرة أقوم بدراسة عن القراء والقراءات أصحاب الروايات المشهورة المعروفة، رواية حفص عن عاصم وكذا، وجدت أن معظمهم يعيش بحدود 90 سنة، 100 سنة، 120 سنة. الله أكبر. المعلومات الجميلة دكتور. ذلك هذا القرآن، يعني كثير من الناس يجهل هذه المعلومات للأسف اليوم، ونحن بحاجة لها، بحاجة لمثل هذه المعلومات. لماذا؟ دكتور في ناس يحفظوا القرآن بس ما بيطبقوا، أو يكون ما بي يعني يغسل روحهم مضبوط، فتلاقي حافظ بس إنه تعبان نفسيا برضو، عنده مشاكل وعنده لازم يغسل القرآن. الله تعالى أخبرنا عن هذا الموضوع، القرآن لم يترك شاردة ولا واردة دكتور أشرف. حسنت. يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. بالفعل اليوم تجد إنسان أعطاه الله القرآن ولكنه ظلم نفسه، ذهب في اتجاهات منحرفة. الله ماذا قال؟ ثم أورثنا الكتاب، أي القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا. يا الله. إذن الله اصطفى من هذه المليارات السبعة مثلا، اصطفى 1000 شخص، أورث، يسر لهم القرآن. ما معنى أورثنا؟ يعني يسرنا لهم حفظ القرآن وتدبر القرآن وتجويد القرآن وغير ذلك. الآن هؤلاء الذين اصطفاهم الله ينقسمون على ثلاثة أقسام. أيوة. القسم الأول والأكثر فمنهم ظالم لنفسه. سبحان الله. الله الله. هنا الآية، انظر دقق، تتحدث عن من؟ عن من اصطفاهم الله، لا تتحدث عن إنسان عادي،
أي هذا بعد الغربلة وبعد التصفية قسم كبير يظلم نفسه سبحان الله، كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذه فيها إعجاز علمي أيضا. طيب النوع الثاني ومنهم مقتصد، يعني مثلي ومثلك مقتصدين، يعني نرجو رحمة الله. والنوع العالي جدا وهو القليل، نسأل الله أن نكون منهم. أمين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله. إذن الأخت الفاضلة ملاحظتها دقيقة ما شاء الله، عندما قالت هناك بالفعل من يظلم نفسه والقرآن حدثنا عنهم، وهناك إنسان عادي يعني يحاول أن يكون قدر مقتصد، يعني قدر المستطاع أن يكون يعني الأمور متوازنة معه، ولكن الفئة العالية جدا سابق بالخيرات. طيب هذا السابق بالخيرات ما هي أهم صفة له؟ أهم صفة هي أنك إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة يجب أن تسارع بالخيرات. قل لي ما هو الدليل من القرآن؟ أنا أعطيك قاعدة الآن. زكريا زكريا إنهم كانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. سورة الأنبياء أنا لفت انتباهي حرف الفاء في استجابة الله لأنبيائه، والفاء باللغة العربية تستخدم لسرعة الاستجابة. يعني مثلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فاء استخدم الفاء. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم، فنجيناه مباشرة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشف مباشرة، ففيش ما في مسافة. طيب أنا طرحت سؤال، ما هو سر استجابة الله لهؤلاء الأنبياء؟ لماذا نحن ندعو فلا يستجاب لنا وهؤلاء بمجرد الدعاء يستجاب لهم؟ السر في نهاية القصة عندما قال تعالى عن هؤلاء إنهم من؟ يعني زكريا ويحيى وسيدنا إبراهيم ونوح وأيوب وذنون سيدنا يونس، إنهم يعني أيها الإنسان. هنا درس، أيها الإنسان إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة اسمع إلى الآية التالية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كانوا يسارعون. أنت يأتيك شخص فقير فتعطيه المال، هذه ليست مسارعة، هذه صدقة. المسارعة أن تذهب أنت إليه وتعطيه. الله الله يا دكتور. يعني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا بما عند الله من نعيم ورهبا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ذلك يخوف الله به عباده، وكانوا لنا خاشعين. إذن الخشوع أيضا هو مفتاح استجابة الدعاء، أن تكون، انظر هنا ختمت الآية بقوله تعالى لم يقل كانوا يخشعون، خاشعين. خاشعين هنا حال، بمعنى حال. ما معنى الحال؟ أي حالهم حالة خشوع، عندما يأوي إلى النوم تجده خاشعا لله، عندما يأكل خاشع لله، عندما يذهب إلى السوق خاش، حياته وكانوا لنا خاشعين، يعني حالهم حالة إنسان خاشع يمارس الخشوع في كل ثانية. وفي علم النفس هناك علم قائم بذاته اليوم يدرس ويستخدم في الشفاء والعلاج، هو علم التأمل، meditation، علم التأمل. أبحاث لجامعة هارفارد وجامعات عالمية قاموا بها وأثبتوا الفوائد الكبيرة لهذا العلم، على الرغم من أن التأمل الذي ينادون به هو مجرد أن تجلس وتحدق في منظر أو شمعة أو خرير ماء أو تحدق في لوحة أو كذا. نحن التأمل لدينا أعلى بكثير لأنه مرتبط بمعاني كلمات القرآن، وربطه القرآن بالنجاح. هم يقولون أحد أسرار النجاح
أن تمارس التأمل ولو كل يوم نصف ساعة. نحن لدينا خشوع وتأمل 24 ساعة. على فكرة ربط القرآن الفلاح أو النجاح بالخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربط الفلاح أفلح لأنهم خاشعون. فاليوم هذه الأبحاث العلمية التي تقول بالتأمل والمديتيشن وكذا، نحن لدينا شرع لنا الله سبحانه وتعالى عبادة الخشوع التي هي أعلى بكثير، لأن الخشوع لدينا قائم على المعاني، قائم على الزهد، قائم على التفكر بالآخرة، قائم على التفكر بالموت. يعني في الغرب لو اجتمع أطباء الدنيا كلهم على أن يدخلوا السعادة لمريض سرطان لا يستطيعوا، لا يستطيعوا، لأنه مشرف على الموت. إلا القرآن يدخل عليك السعادة وأنت على فراش الموت. الله الله. أنا على اليوتيوب عملت حلقة كيف تكون فرحا يوم الموت، وأثبت فعلا من القرآن أن هناك حالة يعيشها المؤمن الذي فرغ حياته ووقته في سبيل الله، أن أسعد وأفضل وأكثر لحظة فرحا في حياته هي لحظة الموت، لأن الملائكة تتنزل عليه وتقول لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، والله سبحانه وتعالى يبشره، يستبشرون برحمة من الله وفضل، فرحين بما آتاهم الله من فضله. المؤمن الذي ليس من الضروري أن يقتل، يمكن أن يموت، يعني حبيبنا عليه الصلاة والسلام النبي لم يقتل في معركة، مات على فراش الموت، ولكنه من الشهداء وهو فرح الآن عند ربه ويرزق عند ربه وهو حي أيضا. فكل مؤمن يفني حياته في طلب العلم ونشر العلم وحب الخير للناس ومساعدة الناس ومساعدة الفقراء وتقديم خدمات للناس ونشر التسامح ونشر المحبة بين الناس، هذا الإنسان أفنى حياته في سبيل الله، ستكون أسعد لحظة في حياته لحظة الموت. عندما نشرت هذا الفيديو جاءتني رسالة من أخت مريضة في السرطان ومشرفة على الموت، والرسالة تقول ما يلي، أنا تفاجأت حقيقة، يعني قالت والله أنا كنت يائسة لأن الأطباء أخبروها أنها ستموت بعد أيام، وشاء الله أن تستمع لهذا الفيديو، فقالت شعرت بفرح غامر لم أشعر به في حياتي. يا الله يا الله. بقي لها أيام، وقالت بالحرف الواحد، قالت أنا لم أعد خائفة من الموت، بالعكس أنا أنتظر مصيرا وفرحا وسرورا ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وجزاك الله خيرا. فانظر انظر قوة القرآن. بالله عليك لو اجتمع كل أطباء الدنيا هل يستطيعوا أن يفعلوا فرحا لإنسان سيموت؟ لا يستطيع أن يقدموا. هنا قوة القرآن وقوة تعاليم القرآن. فلذلك دائما ينبغي أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا دعاء أهل الجنة على فكرة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.